أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على أجزاء واسعة من حي الأمين ومبنى السجن المركزي بمدينة الرقة بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر داعش. وتأتي تلك التطورات في وقت تتواصل فيه المعارك في محيط المشفى الوطني ومنطقة مساكن الصحة وسط قصف جوي ومدفعي على المنطقة. تحدثت مصادر لأخبار الآن عن وقوع اشتباكات وصفتها بالعنيفة بين فيلق الرحمن التابع لفصائل الجيش الحر من جهة وهيئة تحرير الشام النصرة سابقا من جهة أخرى، وذلك بسبب دعم الهيئة تشكيلا جديدا في الغوطة الشرقية يدعى لواء المرج. وبحسب المصادر فإن التنظيم الجديد الذي يضم النصرة استولى بالأمس على بناء سكني، مما دفع الأهالي للاستنجاد بأفراد مخفر كفر بطنة والذي قام بدوره بطلب مؤازرة من فيلق الرحمن لإنهاء تواجد المقرات العسكرية للهيئة في كفر بطنة. قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد إن مستوى التحذير من عمل إرهابي في المملكة المتحدة خفض الأحد من حرج إلى خطير. وقالت راد إن مركز التحليل الإرهابي خفض مستوى الإنذار لأن خطر وقوع الاعتداء لم يعد وشيكا بل مرجحا جدا، وذلك بعد الاعتداء في مترو العاصمة البريطانية الجمعة. قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي يوم الأحد إن مجلس الأمن الدولي استنفذ الخيارات بشأن وقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وإن الولايات المتحدة ربما ستضطر إلى إحالة القضية لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. وأضافت هيلي في لقاء تلفزيوني أن بلادها تختبر كل الاحتمالات الأخرى، موضحة أنه رغم ذلك لا تزال الكثير من الخيارات العسكرية على الطاولة. كشف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بأنه من الممكن أن تظل الولايات المتحدة في اتفاقية باريس للمناخ وفقا للشروط المناسبة. وبحسب ما أكده تيلرسون فإن الرئيس ترامب قال إنه منفتح على فكرة إيجاد الشروط التي تسمح لأمريكا بالبقاء على تواصل مع الآخرين في هذه المشكلة التي يتفق الجميع على صعوبتها. أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بأنها بدأت اعتبارا من اليوم تطبيق التسجيل الإلزامي للطائرات من دون طيار درونز في الدولة. وبحسب ما نقلته صحيفة الإمارات اليوم عن الهيئة فإن التسجيل يشمل الطائرات المستخدمة في الأغراض الترفيهية والتجارية والخدمية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.